بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السيدة زينب عليها السلام مخاطبة الحاج علي جاسم البحراني قائلة له: لا تشك فينا فإنك شفيت. ينقل السيد باقر الكيشوان عن حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد صادق تاج حفظه الله في أيام تواجده في دولة البحرين للفترة ما بين 13 إلى 14 من شهر آذار من عام 2006. يقول: التقى بالحاج علي جاسم إسماعيل وهو من أهالي البحرين وحدثه قائلا: أصبت بورم في المعدة، وذلك في الشهر الخامس من شهور عام 1995 ميلادي، فراجعت طبيبي الخاص فقال لي: يجب إجراء عملية جراحية لك. وبعد عدة أيام توجهت إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام في سوريا، وعندما وصلت إلى قبرها الشريف وسلمت عليها سلام الزيارة، خاطبتها قائلا: إني خادم لكم، وقد كتبت في حقكم أشعارا في الرثاء والمدح، عاميا وفصيحا وما ذلك إلا لوثيق حبي لكم، وأحب أن أستمر في خدمتك لكي أوجه الناس والشباب لمحبتك يا مولاتي يا زينب، وأنا واثق من معاجزكم وكراماتكم الكبيرة، كما حدث للحاجة أم عادل القطرية التي شفيت من الشلل التام ببركة التوسل بالإمام علي بن موسى الرضا، حيث كانت تقرأ العزاء للحسين عليه السلام وأهل البيت. وذكرت، يقول الحاج: وذكرت هذه القصة لمولاتنا زينب سلام الله عليها، وقلت لها: أيتها السيدة الجليلة، إن الحاج أم عادل القطرية خادمة لأهل البيت، وأنا كذلك إن شاء الله خادم لكم، فمني علي بالشفاء كما مننتم عليها بالشفاء. يقول الحاج علي جاسم إسماعيل بعد أن استطرد في مخاطبتي للسيدة زينب عليها السلام بذكر قصة شفاء الحاجة أم عادل القطرية: لقد أقسمت على الحوراء زينب بأن العلاج عندك. يواصل الحاج علي قائلا: وبعد خروجي من المستشفى وبالتحديد بعد صلاة الفجر أخذني النوم، فرأيت في عالم الرؤيا وكأني في حرم السيدة زينب عليها السلام. وقبل دخولي الحرم المطهر خاطبتني العقيلة زينب سلام الله عليها قائلة: انظر إلى أحشائك فسوف تراها مضيئة على واجهة شباك الحرم. وفعلا رأيت ذلك الأمر، رأيت إلى أحشائي فرأيتها مضيئة نقية نظيفة ليس فيها شيء أبدا. ثم قالت لي السيدة زينب عليها السلام: وبعد قليل سوف تشعر ببرودة في أحشائك، وما هذا إلا ذكر أهل البيت عليهم السلام، ما هو إلا ذكرك لنا وعزاءك لنا، ذكر أهل البيت شفاء من كل داء. ثم قالت لي أخيرا: لا تشك فينا فإنك شفيت بإذن الله تعالى، لا تشك بمنزلتنا عند الله سبحانه وتعالى، فإننا نقضي كل حاجة مهما كانت صعبة وعسيرة عندكم. على كل الأحوال، يقول الحاج: بعد رجوعي إلى دولة البحرين راجعت المستشفى والطبيب الأخصائي، فكانت النتيجة ممتازة ولا أثر للورم أبدا، وصرت أراجع المستشفى لأكثر من مرة فلم أجد أثر للورم ولله الحمد. ودائما وأبدا رجعت إلى كتابة الأشعار والمدح والرثاء لأهل البيت عليهم السلام، وخصوصا لمولاتي زينب سلام الله عليها. لذلك كما يقول علماؤنا الأعلام: من أفضل الهدايا التي أنت تهديها لمولاتنا زينب سلام الله عليها وهي في الغربة وأنت بعيد عنها، بأن تنذر ختمة قرآن
لمولاتنا زينب سلام الله عليها إذا ما قضت لك الحاجة خلال أسبوعين. يعني تقول لله نذر علي، لله نذر علي، إذا ما قضت السيدة زينب عليها السلام بوجاهتها عند الله عز وجل، بمنزلتها عند الله عز وجل، حاجتي خلال أسبوعين، فإني أهدي لها ختمة قرآن كاملة وتقرأها أنت نيابة عن صاحب الزمان سلام الله عليه، وتهدي ثواب هذه الختمة لمولاتنا زينب سلام الله عليها. وهذه من مجربات آية الله، كما أذكر آية الله الشيخ البهائي، وكذلك من مجربات السيد إبراهيم الزنجاني قدست أرواحهم الزكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه الأمور دائما وأبدا، في التوسل بالعترة الطاهرة، ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم. وكانت هذه العبارة راقية جدا، وهذه رسالة ليست فقط للحاج علي جاسم إسماعيل البحراني، هذه الرسالة من السيدة زينب سلام الله عليها، رسالة لنا جميعا، عندما قالت له لا تشك فينا، لا تشك فينا وبمنزلتنا عند الله سبحانه وتعالى، فإنا نقضي كل حاجة مهما كانت صعبة وكبيرة وعسيرة عندكم، لا تشك فينا أبدا. هذه العبارة علينا أن نجعل منها أسلوب حياة، ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم. ولا ننسى بأن نذكر كرامة المرجع الديني الكبير السيد محمد الحسين الشيرازي قدست روحها زكية، وكيف شافته مولاتنا زينب سلام الله عليها من أزمته القلبية، وعندما ذكر ذلك في كتابه كرامات الأولياء، وقال قبل عدة سنوات أصبت بأزمة قلبية في وسط شهر محرم الحرام، فأحضروا لي بعض الأطباء، فقال أحدهم كيف أحضرتموني على رأس ميت، السيد ميت لا محالة، الأزمة القلبية قوية جدا مؤثرة على جسمه تماما ولن يستطيع العيش بعد هذه الأزمة. وأخيرا قرروا نقلي إلى المستشفى، فنقلت على سرير، ويقول السيد كنت في وعي كامل حيث وضعت على سريري في المستشفى، فأخذتني غفوة، فرأيت في عالم الرؤية كيف أن سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام واقفة متصلة بسريري، وهي تنظر إلي وتبشرني بالشفاء. وبعد إن صحوت من النوم تعجبت من هذه الرؤية، فإني لم أرى السيدة زينب عليها السلام قبل ذلك طيلة عمري، ثم لم يكن يتبادر إلى ذهني أن أتوسل بها سلام الله عليها. على كل الأحوال، وبعد ذلك جاء أخي آية الله السيد صادق الشيرازي رحمة الله، أو عفوا قدس عفوا دام ظله الوارف، جاء أخي آية الله السيد صادق الشيرازي دام ظله إلى زيارتي، فنقلت له الرؤيا، فقال أخي السيد صادق الشيرازي دام ظله: نعم، لقد طلبت قبل مجيئي من الأهل والأولاد أن يتوسلوا بالسيدة زينب عليها السلام في شفائك، فتوسلوا بها وأخذوا يقرؤون القرآن إهداء لها، وهذا هو السبب لا محالة. فهذا هو السبب، يعني هذه الطريقة المجربة في إهداء ختمة قرآن للسيدة زينب عليها السلام، وقراءة القرآن وإهداء السور للسيدة زينب عليها السلام، طريقة سريعة ومجربة لقضاء الحوائج من قبل مولاتنا زينب سلام الله عليها. فحاول دائما وأبدا أن تجرب ذلك، ولا تشك، كما قالت السيدة زينب سلام الله عليها: لا تشك فينا أبدا، فإننا نقضي كل حاجة. برنامج صباحات ولائية، من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.